العميل إكس. تركني جون في مطعم كل ما يمكنك أكله. قال سأعود حين تشبع. عاد بعد 3 أسابيع. كان ذلك مناسباً لأنه توقف عن العمل حينها وحولوا المبنى إلى متجر أحذية. غارفيلد تخبرنا أفضل القصص. أخبرنا قصة أخرى. لا، ليس الآن، حان وقت القيلولة. كيف تعرف غارفيلد؟ لا تحمل الساعة. لا أحتاج إلى ساعة، القيلولة مناسبة دائما. نراك لاحقا غارفيلد. مهلا، أريد قصة أخرى. في وقت آخر نورمو. غارفيلد، أنا لن أغادر حتى تخبرني قصة أخرى، ما رأيك؟ هذا هو رأيي. ابتعد عن رأسي. من أنت؟ ولما تختبئ هنا؟ بسرعة اختبئ، إنه قادم. من هو القادم؟ حسناً، لا بأس، لم يرني. هل أثق بك؟ ما اسمك؟ الهيرو نيرمل، أظرف هرير في العالم كله. هل تثبت ذلك؟ ألا تلاحظ؟ حسناً، علي أن أجازف الآن. ينادونني العميل إكس، أنا عميل سري بثلاثة نجوم. واو، عميل سري أخفض صوتك، الرجل العابر جزء من مؤامرة دولية لتدمير البشر. ساعدني في الاختباء. هيا، أتى مجدداً، أسرع. ها أنت؟ الهرو الخاطئ. هيا، عليك أن تخبئني قبل عودته. غارفيلد، اسمع، ثمة عميل سري بثلاث نجوم، هل أستطيع أن أخبئه في السقيفة؟ طبعاً بالتأكيد. شكراً غارفيلد. لن يجدك أحد هنا. هذا مناسب، لكنني أحتاج فعلاً إلى العشاء. علي الحفاظ على قوتي لإنقاذ البشر صديقي. سأحضر لك العشاء. إنني أحضر عشاء غارفيلد المفضل أودي، سأتركه ليبرد بينما أحضر البريد. حضر جون العشاء. إنه رقم قياسي عالمي له، اختفى في 15 ثانية. لقد أكلت يا غارفيلد بسرعة كبيرة. حقاً؟ فاتني العشاء. أعتقد أنني أكلت بسرعة ولم ألاحظ، كان لذيذاً. الرائحة من السقيفة. أوشك الجواسيس الأعداء على إغراق أستراليا. من أنت؟ لماذا أكلت عشائي الذي ظننت أنني أكلته في حين لم أفعل؟ لا تجب، لا أبه من تكون أو لماذا فعلت ذلك، أخرج. مهلاً، لا تطرده يا غارفيلد، إنه عميل سري وهو يحاول منع دمار البشرية. يجب علينا إنقاذ البشر، البشر يحضرون البيتزا. حل الظلام، حسناً، يمكنه أن يبقى لكن لليلة فقط. سأنهض، لدي نهار كامل لآكل قبل العشاء. سأبدأ صباحي بوعاء كبير مليء بال... أين هو وعاء الكبير؟ أعرف بالتأكيد أين هو وعاء الكبير. ثم رموني خارج الطريق عن منحدر 1000 قدم. كيف هربت عميل إكس؟
في الواقع كنت أرتدي الفراء الزائف، وكنت أضع مظلة تحته. أنت ذكي جداً أيها العميل. لماذا تصغون إليه؟ لأنه شجاع، زار أماكن كثيرة وقام بأمور كثيرة أيضاً. وأنا زرت أماكن وقمت بأمور. حقاً غارفيلد، قل لي أين كنت وماذا فعلت؟ حسناً، نمت في غرفة الجلوس وأكلت اللازانيا، ونمت في الكهف وأكلت الرافيولي، كما أنني نمت على الأرجوح. هل أخبرتكم حين كنت على متن قطار؟ تدرب الجواسيس الأعداء على النشل، كانوا في كل أنحاء سكويك. على العميل السري الحفاظ على السرية والامتناع عن إخبار الجميع. أتمانع غارفيلد؟ أنا أحاول سماع القصة. عفوا سكويك، لم أتعمد مقاطعة اجتماع نادي العميل إكس. لم أتجاهلك صديقي، إلا أن العميل أكس مثير جداً للاهتمام. يحظى بالكثير من الانتباه، والأسوأ يأكل معظم طعامي. لا، لم أره، لكن لدي رقمك، إن رأيت الهر الرمادي فسوف أتصل بك حالاً. شكراً جزيلاً. هذا هو، إنه العميل أكس. يتطلب ذلك تجسساً سرياً من قبلي. أهلاً، انتظر، لدي ساقين صغيرتين. قصد هذا المنزل، إنه المقر الرئيسي السري للجواسيس. احترس صديقي، قد يملكون أسلحة نووية أو ما شابه. ذاك الشخص، لا بد من أنه القائد، شخص خطير وقوي و... هل من احتمال؟ كلا، مررت صورة على كل منزل على بعد نصف ميل، لم يره أحد. آسف كراني، ما من إشارة له. لن أيأس، سيعود إلي، أعرف ذلك جيداً. يمكننا أن نحضر هراً آخر. لا أريد هراً آخر، أريد فلافيكينز بالتحديد. فلافيكينز؟ إيه، العميل السري مخادع، إنه هراً هارب من المنزل. أنا سأكشف حقيقته وأفضحه أمام معجبي. ماذا لو لم يصدقوك؟ سأحتاج إلى مساعدتك. لدي فكرة، اسمع، هذا ما سنفعله. توقفوا، استراحة، أوقفوا الموسيقى، العميل أكس مزيف، اسمه الحقيقي فلافيكنز، إنه هر منزلي من جادة كريسن. هذه قصة ملفقة، لكل العملاء السريين قصة ملفقة، أنا أدعي بأنني هر عادي. عار عليك يا غارفيلد. أنت تشعر بالغيرة. الغيرة؟ أنا؟ لا لا، أنا مسرور لأنه عميل سري فعلي. أقصد، لن أرغب في مواجهة السيد تيغ. ومن هو السيد تيغ؟ السيد تيغ هو أكبر جاسوس شرير. أنا لا أخشى السيد تيغ، تخبرني مصادري أن السيد تيغ على بعد عدة قارات من هنا. حقاً؟ من هو هذا؟ تقلق عميل إكس، سوف تهزمه. نعم، كما هزم النينجا السريين الذين أخبرنا عنهم. إذن ها نحن نلتقي مباشرة أيها العميل إكس. لا لا، أسأت الفهم، أنا لست العميل إكس، أنا فلافيكنز. محاولة رائعة عميل إكس، أعرف أنك هو، أجبرتني على استخدام مهارات القتال المتطورة. لا لا، لست العميل إكس، لست كذلك. عد أيها الجاسوس الجبان. علينا مساعدته. أنا سأساعده.
غارفيلد أكثر شجاعة مما ظننت. لا لا، لست عميلاً سرياً، أنا اسمي فلافي كيدز. حسناً، سنعقد صفقة فلاف. عد إلى جراني وسأعتني بالسيد تيك هنا. ولن أخبر جمهورك العزيز أنك مزيف. اتفقنا. أتخلى عن مهنة العميل السري، ليست آمنة. أنا أعرف. هل ستخبر الجميع أنه مزيف؟ لما أفسد مزاج الجميع؟ سافر السيد تيك بطائرته السرية ولحق به العميل أكس. لقد أخبرني أنه قد تمر سنوات قبل أن نراه مجدداً. حسناً، لقد ساعدت العميل أكس في شحن أشعة الليزر. لحسن الحظ، لدي مجموعة بطاريات في المنزل. حاول 12 نينجا إيقافي. الهر. أنت مخطئ. أنا محق. أنت مخطئ. أنا محق. أنت مخطئ. أنا محق. أنت محق. محق. أنا أحب برامج النقاش الفكرية الجدية. أنت مخطئ. اتصلت بطبيب الأسنان، قال إن أتيت إليه فوراً يمكنه استضافتي والاعتناء بوجع الأسنان. أنا محظوظ جداً. لو كنت محظوظاً لما عانيت وجع الأسنان. بما أن سيارتي في التصليح فأنا أفضل المشي. لو كنت محظوظاً لما كانت سيارتك في التصليح. إلى اللقاء. سنعود إلى برنامج النقاش الفكري بعد هذا الخبر العاجل. أبلغت الشرطة عن سرقة لسايلنت جاك، مجرم يعمل في جانب المدينة الغربي. هذا جانب المدينة الغربي. سايلنت جاك خطير جدا، لذلك نحذر المواطنين بإقفال بابهم والتأهب. أودي، يجب أن نقفل الباب ونتأهب. سايلنت جاك حر طليق. سايلنت جاك خطير جدا. لقد أصبحنا الآن بأمان تام. لن أقلق بشأن اقتحام سايلنت جاك منزلنا على الإطلاق أبدا. على سبيل الحذر. أتأكد من إقفال كل شيء كي لا يدخل سايلنت جاك. حتى بابا نويل. لا تقلق، سأفتح لبابا نويل. انتبهي. نعم سيد أرباكل. تناول العصيدة والحساء خلال الأشهر القادمة وستكون بخير. شكراً أيها الطبيب، شكراً. ما هذا؟ أوقع السيد أرباكل مفاتيحه. سيدرك قريبا أنه فقدها وسيعود، أنا متأكد. لورا؟ لورا؟
أين أنت لورا؟ لورا؟ اختطفها الغريب الذي في العلية. أيعقل أنني بمفردي في المنزل؟ بمفردي مع الغريب الذي في العلية؟ قضي عليك صديقي. ليتني علمت حين قرع الجرس. لا تفعل لورا ذلك، فهي تملك مفاتيح المنزل. أودي، إنه مجرد فيل، تبدو أفضل من هذه الزاوية. أنت قلق بسبب سايلنت جاك؟ أوه صحيح، لا داعي للقلق، هناك ألوف المنازل، ما احتمال اختياره لمنزلنا ليسرقه؟ لماذا نحن نخاف؟ إنه جون، لكن لا يقرع جون الجرس، لديه المفتاح. أتعلم من لا يملك المفتاح؟ سايلنت جاك لا يملكه. أدخلاني، نسيت المفتاح، أدخلاني. أنت محق، لا يبدو أبدا أنه جون. مرة أخرى، لا يشبه أبدا جون بسبب خده المتورم والغرض على رأسه. مهلا. حظنا جيد، لقد رحل، نحن بأمان. ماذا أفعل لكي يفتح لي الباب؟ أنا أخاف؟ إطلاقا لا أخاف شيئا. حسنا، باستثناء انتقال نورمان للسكن معنا، أنا لا أخاف شيئا أبدا. إنه يحاول الدخول من الباب الخلفي. افتح لي الباب. أودي، تماسك واهدأ، يستوجب ذلك عملا بطوليا يتطلب القوة والشجاعة. بما أنك كلب الحراسة، أوكلك هذه المهمة. جبان، جبان، لديك شجاعة فأر. هاي، باسمي أنا وكل أقربائي أمتعض من الملاحظة. سكويك، ماذا تفعل هنا؟ إضافة إلى أكل الجبنة. نعم، صحيح، فأر يأكل جبنة. ما نسبة حدوث ذلك؟ أقصد، ماذا تفعل هنا في حين أن سايلنت جاك يقتحم المنزل؟ لا أقلق بشأنه، لا يسرق الجبنة أبداً. ماذا أفعل؟ كلمة واحدة، مصيدة الفئران. مصيدة؟ من أين أحضر مصيدة فئران؟ خلف الثلاجة، يضعونها هناك. المصيدة، فكرة جيدة. يا للصوت المروع، سايلنت جاك ليس هادئاً أبداً. لماذا تضحك؟ أستمتع دائماً حين يمسك بشرياً بمصيدة. أخشى ألا يكون ذلك كافياً لإيقافه. كنت محقاً. يتجه إلى الأعلى. كيف أوقفه؟
قصيدة أخرى؟ أعرف. احتفظ جون بهذا لأنه قوي ليستخدمه. سايلنت جاك مجرم خطير ومخادع، لقد نلنا منه. لا، لم ننل منه، إنه قادم لافتعال المزيد. لا يمكن إيقاف سايلنت جاك هكذا. ماذا ستفعل؟ سأجمع فريق خبراء، مجموعة من الشجعان والماهرين. هل ستكتفي بجر وفار؟ حسناً، هيا. أنتما سأعتبركما قويين مع أنكما جر وفار. إن العدو في الخارج، لمنعه من الدخول إلى هنا نحتاج إلى خطة. ألديك خطة؟ أعتقد. حسناً، هذا ما سنفعله. المزلجة في مكانها غارفيلد. حسناً، كيف حال الصندوق أودي؟ جيد، كل شيء في مكانه، فليدخل. علم. لابد من وجود مدخل ما. ترى إنني أحتاج إلى المساعدة. نجحنا، أمسكنا بسايلنت جاك. إنه أخطر مجرم في الجوار. أخي جوني. أصمت يا سايلنت جاك، لن نخرجك من هنا. جارفيلد، هذا أنا جون. أصمت. لا يشبه صوت جون أبدا. أنا أعرف صوت جون، هذا الصوت لا يشبه. جان، مرحبا. أتقنا فعلا حماية المنزل أودي. إن أتى سايلنت جاك إلى هنا فهو سيتفاجأ بالتأكيد. لا بد من أنه دخل وسرق المنزل بينما كنا في القبو. تعرف على الأهل. إن أول مخترع لجهاز التحكم للمكنسة الكهربائية سينال تقدير الغرامة. أعرف أن الوقت مبكر، لكن أهل ليز سيزورونني. يجب أن يكون كل شيء مرتباً. أوه، لن أستقبلهم هكذا. ترى ما سيكون طباعهم الأول؟ انطباع صادق. أعرف أن أهل ليز سيراقبونني جيداً وسيحللون كل تحركاتي. جان، تقيأ حصان البحر على قميصك. Oh, my God.
أودي. الكلاب المهذبة لا تتوسل، لا يمكنك. أودي، لقد مسحت الأرض منذ قليل. سأنظفها لاحقاً. أين الكافيار الذي اشتريته يا ترى؟ حسناً، والآن اسمعني جيداً. مستقبلي مع ليز على المحك. حين يحضر أهلها عليكما أن تحسنا التصرف جيداً، ومن أجل أن أضمن ذلك ثمة مكافأة لكما. من يبذل أكبر جهد لتكوين انطباع جيد سيحصل على هدية مميزة. أودي، اجلب فرشاة التنظيف، سأنظفكما قبل وصول الضيوف. مستحيل، أفضل أن أبصق كرات الشعر على أن أتشارك الفرشاة مع كلب أجرب. سأنظف نفسي، شكراً. تصرف على طريقتك غارفيلد، لكن أودي سجل نقطة في فئة المجهود. أنت رائع أودي، أنت رائع. يا له من متملق. سأنام قبل وصول الضيوف كي أصبح أكثر جمالاً. لا، عزتي، أبعد قوائمك القذرة عني. انزل عنها الآن، قلت لك انزل. ماذا يحدث في الخارج يا ترى؟ أنا سأخبرك. لقد وثب كلبك هذا علينا، اربطه إن كان لا يحسن التصرف. أودي، كلب سيء، آسف جداً لكل ما حصل. أدخلوا من فضلكم، سأنظف ثيابكم في الداخل. وأنت أيضاً يا أودي. مرحباً جون، قميص رائع. ناقص واحد لأودي. إن المكافأة لي. لا يثب على الضيوف عادة، لقد تحمس لمقابلتكم فقط لا غير. بالحديث عن الموضوع، لم أقدمك بشكل مناسب. أمي، أبي، هذا جون. جون، هذان والداي. مرحباً، أنا السيدة ويلسون، لكن نادني بيتي. وأنا السيد ويلسون. تشرفت بلقائكما. حسناً، سوف أعرفكما الآن على كلبي أودي، وهذا هاري غارفيلد. يا له من هر سمين. ليز، عليك أن تصفي حمية للهير. لقد تشرفت بلقائكما. منزلك رائع جون، لكن تعرف يحتاج إلى لمسة نسائية. لا أعرف بشأن المنزل، لكن جون يعرف. لن تضرنا مساعدة إضافية في المطبخ. أخبرتنا ليز أنك رسام كاريكاتوري. صحيح، في الواقع أنا شخصياً أحب المهنة المحترمة، وطبعاً ليست تلك التافهة، فأنا مدقق ضرائب. إنه تقدير الثاني بعد المتعهد. كلب سيء أودي. يحسن التصرف عادة. ناقص اثنين لأودي. تعالي أيتها المكافأة. تربية الحيوانات كتربية الأطفال تتطلب انضباطاً تاماً. هل تنوي إنجاب الأطفال يا جون؟ أبي، بالحديث عن الأطفال، أنا لم أعرفك بعد على ابني يا جون. قلت ابنك؟ لم تذكر ليز أن لديها أخاً. جون، هذا بيتي، إنه مصدر فخري وسعادتي. لقد ربيته منذ أن كان طفلاً صغيراً. يمكنني ائتمان حيواناتك عليه، صحيح؟ طبعاً، لا بأس بذلك. لأنه إذا حصل له شيء لا أعرف ماذا سأفعل، لكنني أحزن لسجنه في قفص. فتقيدنا عوضاً عنه، هي تقفل النوافذ دوماً وأنت تفتحها دوماً. يقول إن الجو خانق. أليس أذكى وأظرف طائر صغير؟ إنه الابن الذي لم أرزق به. أنا أعتبره طرياً وممتلئاً وسأكله كمقبلات. حان وقت الوجبة. هيا تفضل، جرب وسترى ما سيحدث.
سأستمتع كثيرا بهذا، صدقني. واجهت المتاعب لمطاردتك، لا تفني، تشاجر معي، كافح، توسل. أرجوك سيد الهر، لا تأكلني. قل لي، هل حمسك ذلك أكثر؟ عليك أن تبلي أفضل من ذلك. دارتن؟ أحذرك غارفيلد، إن رأيتك مع الطائر مجدداً لن تحصل على المكافأة أبداً، ولن تشاهد التلفاز لشهر. لا، مهلاً. لما ابتهجت لو كنت مكانك. نتيجتي ناقص واحد، أما أنت ناقص اثنين. انساك كيسَ الريش عديم الطعم، إن الأمر أشبه بالتحمس لقطعة خبز أبيض. اللحوم الباردة المقطعة أكثر حماسة من أي شيء. أرجوك 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 سيد هير، التهمني. هيا، أعرف أنك ترغب بذلك جدا. يفترض بك أن تتوسل إلي كي لا آكلك. أعترف أنك تبدو مغريا داخل الشطيرة. لماذا تتأخر؟ أسرع. حسنا، إن أصررت. بيتي؟ عفواً، لقد نفدت المقبلات. سوف أقصد المطبخ وأحضر المزيد منها. أوه، لقد حضرت شطيرة ال... شطيرة كناري؟ أحضرك للمرة الأخيرة غارفيلد، إن حدث مكروه للطائر سأطعمك الخبز والمياه مدى الحياة. هل كلامي واضح؟ سأبتعد قدر المستطاع عن ذاك الطائر المريض. بيتي، بيتي، أين أنت؟ تعال إلى أمك، ليس الطبيعة لا يتركني مطولاً. لا تقلقي أمي، لم يبتعد. أجل، هذا المنزل ليس قصراً. لعله في الأعلى، سنبحث عنه إن أردتِ. ممتاز، سأبتعد عن المشاكل حتى مغادرة الضيوف. اشتقت لي؟ بيتي؟ غارفيلد! بيتي لا! بيتي! هل فعلت ذلك؟ ظننت ذلك؟ بيتي! سأعود. ابق مكانك، لا تقترب أكثر. اسمع، العالم قاس وبارد كثيرا ومليء بالهرر الجائعة، وليس ضعفاء مثلي. سأجازف بحظي. يجب أن تعتني بنفسك، وحين تمرض لن يحضر أحد حساء الدجاج لك. الطيور لا تأكل حساء الدجاج. صحيح، حسنا، وماذا بشأن بيتي؟ سوف تنهار، لقد ربتك وغذتك. بل قيدتني، لقد أردت الهروب منذ البداية وفعلت ذلك الآن بفضلك. أنا حر كالطائر. وداعا غارفيلد. لا 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 لا. لعل هذا أفضل. أمي، كم مرة أحضرته إلى العيادة لأنه كان يرتطم بالنافذة المغلقة؟ سيكون سعيدا في الخارج. سأكون صريحاً جداً معك أرباكل، لم تعجبني منذ أن رأيتك، لكن بعد ما فعله هيروك. أعرف، إنه أمر لا يغتفر، إنه... إنها معجزة، لطالما أزعجني هذا الطائر، حاولت التخلص منه منذ زمن، لكن بفضل هيروك رحل نهائياً. من الآن فصاعداً، أنت من العائلة. هذا رائع، لا أعرف ماذا أقول لك سيد... سيد بوب؟ سيد ويلسون، وإلا سأغير رأيي. غارفيلد؟ علي أن أنتهي من ذلك، علي أن أواجه قدري بكرامة. سأتوسل. جون الحنون،
أشفق علي، أنا أرجوك. غارفيلد، أين كنت بعد الظهر؟ ستبرد مكافأتك. مكافأتي؟ تادادا، استحققتها غارفيلد. أصبح السيد ويلسون يؤيدني بفضلك أنت. كما تبين، لا يطيق والد ليز الكناري. أسديت له خدمة عبر المساهمة في هروبه. أوه، سيد ويلسون، نتشارك الآراء نفسها.